السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأتم علينا الإنعام وجعلنا من أمته المرحومة المغفورة من الآثام. والصلاة والسلام على قائد الأمة وباني الرحمة والوحدة محمد المصطفى سيد الأنام وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين لهم خير مقام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس، رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إخواننا الكرام، أولا أقدم تحية الإسلام إلى سيد الرئيس الشيخ حسن جان حفظه الله، وأقدم تسليماتي إلى المشايخ العظام وعلماء الأعلام وجميع الحاضرين، ونحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرسل أجمل التهنيات وأكمل التبريكات وأدعية الخير والبركة إلى أرواح مشايخنا وأساتذنا الذين هم أسسوا هذا الصرخ العظيم وساقوا منه العطشاشين من أنحاء العالم الإسلامية. الشيخ المؤسس لهذا المركز الإسلامية الجامعة الأشرفية، شيخنا ومرشدنا مولانا مفتي محمد حسن رحمة الله تعالى عليه، والشيخ المعقول والمنقول مولانا رسول خان حضاروي رحمة الله عليه، والشيخ الحديث العلامة مولانا محمد إدريس كانديلوي، والشيخ مفتي محمد جميل، وولد الشيخ مولانا إدريس شيخ عبد المالك كانديلوي رحمة الله، وهذه العصون والفروع مولانا موسى خان باذي رحمة الله تعالى عليه، وسائر المشايخ المرحومين طاب الله سراهم وجعل الله الجنة مثواهم. وأخص بالتبريك هذا الجمع الحاضر الأساتذة في جامعة الأشرفية وملحقاته، ونقول مرحبا بشعب الباكستاني والشعب مدينة اللاهور الثقافية الأثرية القديمة الذي هو مدينة علامة الإقبال اللاهوري ومدينة الشيخ التفسير مولانا أحمد علي لاهوري ومولانا محمد حسن رحمة الله تعالى عليه. نقول مرحبا بكم، مرحبا بكم وبمدارسكم الدينية، سلام عليكم وعلى علماؤكم. وأشكر من فضيلة الشيخ مولانا فضل الرحيم من ضيافته، ومن المشايخ الشيخ الأكبر مولانا عبيد الله الأشرفي وشيخ عبد الرحمن الأشرفي والشيخ أكرم كشميري وشيخ حميد جان وسائر الأساتذة، ونقول بارك الله من جهودكم ليلا ونهارا واعتدالكم وحملكم العلم وأنفاكم تحريف القالين عن الإسلام واستقبال واستقامتكم مقابل انتحال المبطلين ودفاعكم عن تأويل الجاهلين، وأنتم أدوا الأمانة وبلغتم الرسالة الدينية إلى جميع أنحاء العالم الإسلامية، هنيئا لكم، هنيئا لأرباب النعيم نعيمها، وللعاشق المسكين ما يتضرع. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تعريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدق الرسول الكريم.
ونقول لأساتذي رحلوا من هذه الدنيا، يا أساتذي نوموا نوم الاستراحة ونوم العروس، فإن تلاميذكم وصلوا أمانتكم إلى أقصى العالم الإسلامية، فإن أحدا من فضلاء الجامعات الأشرفية الشيخ العلامة شقيقي محمد سعيد الفاضلي رحمه الله تعالى عليه، وهو متخرج من هذا الجامع، أسس معاهدا دينية في خراسان إيران، منها جامعة الأحناف في مدينة طيبات خراسان، وأسس دار العلوم لتعليم القرآن والسنة في مدينة مشهد التوس، ومعاهدا كثيرة لتحفيظ القرآن الكريم، وعلف وترجم كتبا كثيرة، وكان من أمنياته الاشتراك مثل هذا الحفل العظيم، ولكن كان قدر الله على شيء آخر، وتوفي رحمة الله قبل 3 سنوات على حادث السيارة رحمه الله تعالى، ونحن راض بقضائه. وأنا لا أريد البيان والتبليغ، لأني جئت لن أستفيد منكم، بني من تلامذكم، وليس الأدب البيان في حضوركم، ولكن أريد أن أعرف نفسي لكم. أنا عالم من خراسان، وكما تعلمون أنا طالبكم من خراسان، وكما تعلمون أن خراسان القديم كان عاصمة أمبراطورية إسلامية قديمة، وكان خراسان محد العلم، محد العلم والثقافة والحضارة الإسلامية، وفيها مناطق أثرية قديمة، ومكان مولود كثير من العلماء والمشايخ، كإمام البخاري وإمام مسلم النيشابوري وإمام الغزالي الطوسي رحمة الله تعالى عليهم، وشمس الأئمة السرخسي صاحب المبسوط، وإمام الرازي والطبري والبيهقي والبيروني والخارزمي والجامي، وغيرهم من المفسرين والمحدثين والمؤرخين والمصنفين في الفنون المختلفة رضوان الله عليهم أجمعين. وبهذا ندرك أهمية هذه المناطق وعلو كعب أبنائهم في العلوم الإسلامية، وأهمية تاريخها لنا ولحضارتنا الإسلامية. وأركز كلماتي على جملة واحدة، وهو أن عالم الإسلامي اليوم يحتاج إلى الوحدة الأمة الإسلامية، ومثل هذا الاجتماع العلماء له أثرات في الوحدة. وكما تعلمون أن عوامل الوحدة موجودة لنا، وهو أن لنا عدو مشترك، وهو يهددنا في كل يوم، وهو الأمريكا والصهيونية واللادينية. لذا لازم أن نتفق بيننا ونبحث عما يجمعنا، ولا نفرق ولا نمزق، ونجمع تحت ظلال قوله تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم. وفي الختام أبلغ إليكم تسليمات كثيرة من طرف علماء خراسان والمدرسين والشعب المسلم وأهل السنة في خراسان، وأرجو منكم الدعاء راجيا من الله سبحانه دوام الصحة والتوفيق والسداد لكم. خادمكم مدير دار العلوم لتعليم القرآن والسنة في مدينة مشهد، والأمين العام لجامعة الأحناف في مدينة طيبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكم جزيل الشكر والاحترام.